أما هلأ مشاهدينا ننتقل لأولى محطتنا لليوم مع عالم الطفل والطفولة، موضوع كتير مهم بيشغل بال كل الأمهات خصوصا مع الطفل الأول، التوازن النفسي للطفل. قديش فينا فعليا نقدر نحصل على التوازن النفسي للطفل إذا نحن أساسا مو أصحاء نفسيا أو عم نمر بظروف وضغوطات يمكن كل الناس بسوريا للأسف عم تمر فيها خلال 10 سنوات الأخيرة. التوازن النفسي للطفل كيف فينا نحققه، قديش بيأثر على شخصيته وأهميته بالمستقبل؟ رح نحكي عن هذا الموضوع مع رينا أيوب، استشارية في الطفولة المبكرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. لما نقول توازن نفسي أنا بحس أنه لازم تحتها 100 خط، يعني كلمة كتير كبيرة وفضفاضة. ولما نقول توازن نفسي للطفل الموضوع كمان هون رح يكون مختلف. كيف فعليا فينا نحكي شو هو التوازن النفسي؟ اساسا لما اقول انا توازن نفسي بدي حققه للطفل لازم يكون انا اساسا سليمه نفسيا، المحيط والمجتمع، ونحن بنعرف يعني المجتمع فيه كثير مشاكل للاسف وفيه كثير قصص وتفاصيل لازم نوقف عندها. اقدس علاقه بين الاب والطفل وبين الاب والطفل وبين الاب والام انه هن يخلقوا تربيه واعيه يكون فيها انضباط نفسي قبل التوازن النفسي للطفل. الانضباط النفسي هو عباره عن تقليد للبيئه اللي نحن عايشين فيها. صحيح. مجرد ما كان جو الاسره مشحون بالمحبه والسعاده، كان جو الاسره مشحون بالتفاؤل بالحوار بالكلمه الحلوه، بنخلق جيل متوازن نفسيا مانو مضطرب، جيل قدران يعتمد على حاله، جيل فهمان حدوده او انضباطاته وين لازم يتمادى وين لازم يوقف، جيل عارفان شو بده. اهم شيء بالتوازن النفسي انه الطفل يعرف شو بده. تمام. صحيح. جيل عارفان ينظم وقته، جيل عارفان الاشياء اللي بحبها من الاشياء يلي ما عنده الى قيمه. هذا الشيء كله بيجي صراحه من عمر صغير نتيجه سلوك الاب والاب والام مع الطفل. خلينا نحكي أهمية التوازن النفسي للطفل في المستقبل. يعني أشرتي لنقطة كتير مهمة أستاذة، لما نقول الطفل اللي يحصل على التوازن النفسي لازم يحصل عليه من البيئة يعني المحيطة اللي هي أساسا أولا الأم، ثانيا الأب، لأنه الطفل هو مراية أهله بالأخير، ونحن بنقول هو سفنجة قد ما امتص من عادات وتقاليد وتصرفات وكل القيم اللي أنت حاصلة عليها بدك تعلميها، الطفل بيتعلمها منك بالأخير. بس قديش أنا إذا حققت هذا التوازن النفسي قبل ما نخوض شو يعني توازن نفسي، قديش بيأثر على شخصيته ونفسيته بالمستقبل؟ أكيد نحن انعكاس للطفل، نحن المرآة الثانية للطفل، نحن اللي بيشوف الدنيا من خلالنا من خلال تصرفاتنا. أنا دائما بخبرهم للأهالي إنه أنا إذا بدي أخلق طفلي يكون عنده قدرة على اتخاذ رأي مع الأيام بس يكبر لازم يكون متوازن نفسيا على صغر. أنا صحيح. ما فيني بعمر معين خلي الطفل بس يكبر يصير يعتمد على قراراته، يكون قد حاله، قد البيئه اللي او المجتمع الغريب اللي هو بده ممكن يختلط فيه. من هو صغير لازم علمه الاعتماد على النفس، من هو صغير لازم علمه كيف هو يكون قادر على استيعاب اي محيط خارجي او اي مثير خارجي حواليه. طبعا عن طريق التقليد، الطفل مقلد بارع، الطفل بيتقلدنا، بيتقلد الكبار، بيتقلد اهله، بيتقلد رفقاته بالمدرسه، بيتقلد معلمته اذا كان بيخزن بطريقه تخليه مع الايام بالذاكره طويله المدى. صحيح. يعني بموقف معين الطفل بيسترجع ذكرى معينه فبيتصرف نفس التصرف اللي كان يتصرفه وهو صغير اذا كان ما هو مضطرب نفسيا. والعكس صحيح، الاطفال المضطربين نفسيا او الاطفال اللي بتعاني من اعراض الى علاقه بالاضطراب النفسي ممكن تكون جسديه، ممكن تكون عقليه، ممكن تكون روحيه، هن كلهم بيؤدوا لاضطراب نفسي، لكن نحن بدنا نعرف وين الخلل. هل الخلل هو جسدي نتيجة إعاقة معينة هذا الطفل صار عنده اضطراب نفسي، أو الخلل هو له علاقة بالجهاز العصبي، اضطراب مثلا ممكن بالجهاز العصبي بيؤدي لتشتت انتباه، بيؤدي لعدم تركيز، ممكن بيؤدي لصعوبات نمائية إذا كان هذا الخلل له علاقة بالجهاز العصبي. هل الخلل هو روحي، فقدان أحد الوالدين، تنمر ممكن بقلب الأسرة، الغيرة، المقارنة، هذا كله بيؤدي لحتى يكون الطفل عنده اضطراب نفسي. يعني أشرتي لنقاط كتير عديدة واسعة أستاذة رينا، بس خلينا نوقف عندها من البداية. يعني كل هدول ممكن يمر فيهم أي طفل
حاصل على توازن نفسي أم لم يحصل بسبب المجتمع اليوم للأسف. بس أنا كيف فيني حصنه؟ يعني أنا كيف فيني حصن الطفل اليوم أعمل له توازن نفسي بالبيت حتى لو تعرض لتنمر ليأخذ رأيه ولا يعرف يتصرف؟ كل هاي الأمور وقد ما قلنا يعني قد ما الأهل ضبطوا حالهم، نحن بنلوم الأهل، ما حدا ملاك. يعني ما فيك تضبطي حالك وتلومي الأهل طول الوقت 24 ساعة، لأنه نحن بنعرف اليوم الأب عم يشتغل بدال الشغل ثلاثة يعني ساعات مطولة ليأمن لقمة العيش، والأم يمكن عم تكون عاملة وترجع على البيت، وآخر شيء بقول لها إنه هي نتيجة يعني تربيتك. في كمان لوم بشكل كتير كبير، أنا كيف فيني يعني حقق هاي المعادلة كتير صعبة. لو يعني أنا بعتقد حتى لو قعدتي مع طفلك ساعة بآخر النهار قادرة أنت تحققيها. كلنا مقصرين تجاه اطفالنا، خصوصا الامهات العاملات اكثر من الاباء. الاباء يمكن انخلق الكون هن لازم يشتغلوا ويعملوا كذا، نحن طالبنا بالمساواه فصرنا نشتغل فاكلوا ضريبه هاي المساواه تقريبا. اذا اشتغلوا الاثنين سوا تماما عم نشتغل اكثر من شغله، وعم يكون في اغلب وقتنا ممكن يكون العمل هذا العمل الثاني اللي عم يعطي اثار اكثر سلبيه هو عمل الامهات على الانترنت او على الموبايل او على طريقه عمل معينه اونلاين، فعم بيكون خروج الام خارج المنزل وهي كمان معهم ما عم بيكون في حوار، ما عم بيكون في تقارب. كيف فينا نحقق هذا التوازن لو بخطوات بسيطه نقدر نساند الام اليوم ما نكون تماما يعني نحمل اولاد البيئه عليها؟ تمام، نحن اولاد الواقع ونحن عايشين بهذا الواقع ولازم نتقبله لحتى نقدر ننشر السلام بيننا وبين اللي حوالينا، اذا ما تقبلنا ما رح نقدر. فاول شغله فينا نتقبلها انه نحن نكون شوي ريلاكس بالبيت، شوي نحاول نعطي من وقتنا لأولادنا، باللحظة اللي بدهم يسألونا نجاوبهم. أنا بخبرهم دائما الأطفال ما بيسألوا سؤال عن عبث، باللحظة اللي الطفل طالب منك تجاوبيه جاوبيه، لا تأجلي له جوابه، لا تأجلي جوابه. بس فيني إلا ما بعرف جوابك. فيك طبعا إذا ما بعرف وأنا يعني عن جد ما بعرف، في أسئلة لا كثير بنقع بالاستشارة إيه، لأنه دائما لازم تجاوبي الطفل. بس فيني إلا ما بعرف، لأنه في أسئلة كونية وفي أسئلة فيني بسطها إنه اتغاضى عنا بس بطريقة ذكية ليكبر شوي. تمام، هلا أنا فيني أقول له ما بعرف بس مو بصيغة ما بعرف، لأنه هو رح يكون مقلد مع الأيام، رح يصير أي سؤال تسأليه إذا بيعرفه أو ما بيعرفه رح يلاقي الطريق الأسهل لأي شيء مو جاي على باله إنه يقول لك ما بعرف. لكن بنحاول نبسط المعلومة، بنحاول نتحاور نتناقش، بنحاول إذا في سؤال نحن بدنا نبحث عنه على الإنترنت نبحث أنا وياه نعلمه أشياء معينة يصير فيها تواصل فكري بيني وبينه، تواصل لغة تعبيرية بيني وبينه، أقدر أتقبل لغته الاستقبالية اللي عم يستقبلها ولغته التعبيرية اللي عم بيعبر فيها. طبعا نحن مثل ما حكينا أولاد البيئة نحن ثلاث أرباعنا مضطهدين نحن أو عنا نحن اضطراب نفسي بسبب ضغوطات الحياة اللي عم نمر فيها. حتى التربية السابقة كانت أقصى من قبل يعني كانت، لكن كان فيها بيئة، كانوا الأطفال أولاد البيئة يطلعوا يلعبوا بالتراب، كان في عندهم حياة صح. اجتماعية أكثر، كانوا أطفال الحارة يعرفوا بعضهم. نحن حاليا بيكون الطفل مقابله طفل بالبناي ما بيعرفه. شوي صرنا اكثر التزاما بالبيت، فصار الطفل الام وقتها ممكن معبى والاب وقته معبى، لكن الطفل عم بقضي وقته لحاله. هذا الوقت اللي اغلبه لحاله بين دراسي وبين ممكن موبايل، بين ممكن انترنت، اي شيء له علاقه بالتكنولوجيا، لكن هذا الطفل ما عم بيعبر، ما عم يتكلم، ما عم يحكي، عم دائما عم يستقبل من التلفزيون وعم يستقبل من الانترنت وعم يستقبل من الام وعم يستقبل من الاب، لكن هو ما عم بيعبر شو بحب شو بيكره شو بده شو جاي على باله مين زعجه. ممكن عنده مرض اليوم نفسي جسدي، ممكن اليوم موجوع من اي قصه مثلا بينه وبين زملائه، بينه وبين رفقاته، بينه وبين معلمته. قلة الحوار وقلة التواصل هي اللي بتعمل هاي التراكمات لنوصل لاضطراب نفسي. اضطراب نفسي ممكن مع الأيام يوصل لتوحد، ممكن يوصل لعلاج بيصير بده طبيب مختص نفسيا أو ممكن مجموعة أدوية تكون، لأنه بصير عنده خجل، بصير عنده عدوانية، ممكن تنمر، ممكن تمرد، ممكن أو العكس يصير عنده عنف، يصير عنده قوة، يصير عنده فرط نشاط زائد. نحن بدنا نعرف أطفالنا إذا هن مضطربين أو عندهم اضطراب نفسي، نحاول
بمجموعة ألعاب نعالجهم، نحاول إذا حسينا أنه أطفالنا تغير سلوكهم. شو أكثر الألعاب اللي بتأثر؟ يعني هلا ما أغلب الأطفال اليوم بتشوفيهم عندهم طاقة زايدة، يعني طبعا. الكل إجماع قبل ما نقول في عنده مشاكل أو اضطرابات نفسية بيقول لك عنده طاقة ما بيعرف وين يستثمرها للطفل، هي فرط نشاط كله عنده طاقة، ومثل ما قلتي يمكن البيئة والمحيط اختلف، سابقا كنا نقدر نلعب بالحارة، يمكن نروح لعند الجيران، كنا يمكن حالة الأمان كانت مختلفة عن اليوم، لا اليوم عم نشوف لا فقط يا البيت يا مدرسة يا أهل، يعني هي الدائرة الواسعة يمكن للطفل. شو هي أكثر الألعاب اللي أنا فيني فرغ له الطاقة؟ يعني بيقولوا الرسم كثير مهم للولاد، فينا نعمل بعض التمارين مع الأهل، بعض الألعاب اللي هي فيها رسم وحزازير وقصص حسب اللي بيناسب عمره، تشغيل المهارات العقلية كتير حلو. لكن في أطفال نحن بكل طفل لحد العمر 8 سنين في عنده موهبة غير الهواية، نحن كتير حلو كأهالي نكتشف موهبة الطفل، خصوصا أنه عايشين ببيئة مغلقة أو بدائرة مغلقة، نحن فينا نكتشفها من عمر السنة، ممكن الطفل من عمر السنة يبلش يترغل بأشياء هو بحبها، تحسي سلوكه هو بده مسبح بده موسيقى بده عزف، دائما لكل طفل عنده موهبة، هو شغال القسم الأيمن عليه أكثر من القسم الأيسر، يعني ما بيحب يتلقن، ما بيحب يسمع الكلام كثير، بيحب دائما يلتهب، ممكن فك وتركيب، ممكن رسم، ممكن تخريب، لأنه له علاقة بالاكتشاف. فنحن بدنا نعرف وين موهبة الطفل لحتى نقدر نفرغ له طريقة توتره عن طريق الأشياء اللي هو بيحبها مو نحن بنفرضها عليه. الرسم كثير حلو، السباحة كثير بتفرغ طاقة، الأنشطة الرياضية اللي لها علاقة بالنط، بالقفز، كرة القدم، كرة السلة، الحبل للبنت، أي شيء له علاقة بتحريك عضلات الجسم، العضلات الكبرى والصغرى، هذا الشيء كله بيوسع مدارك الدماغ، بيوسع الأنشطة العقلية بالدماغ، فبصير بيهدي الطفل نوعا ما وبيساعده على التركيز. طب شو أكثر يمكن من خلال تواصلك الدائم مع الأهل والأطفال، شو أكثر الأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها الأهالي على أساس بتحسين فعليا عم يحاولوا يبنوا شخصيته للطفل، عم يحاولوا فعليا يحققوا له التوازن النفسي، وفعليا هي اخطاء يمكن مش قاصدينا اذا بدنا نفسر اكثر؟ اكثر شيء هني كلمه ايه ايه نعم حاضر يلي بدك اياه بنعمل لك اياه، هذا الدلال الزائد تمام انه اوكي ماشي لانه رفيقه جاب رح جيب له، لا ما بصير فلان مدري ايش عنده، والله لازم انا هاي هذا الشيء هذا اللي ايه 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 رح يكبروا يحسوا انه بس بينصدموا بأول مثير خارجي بالواقع أنه قال لهم لا، هون بصير الاضطراب النفسي الكبير، لا لا خلينا نحن نكون متوازنين ومن هون صغار الأشياء يلي إيه والأشياء يلي بقدر شوي أخرها ما بدي أمنع عنه لأنه أنا حابب نفذ له إياها، لكن أخر له إياها لحتى ما يحس أي شيء بطلبه بالحياة هو متاح، لحتى يكون متوازن مع الأيام ويطلع منه شخصية بناءة بهذا المجتمع يلي هو عايش فيه، في اختلاط في ثقافات مختلفة، صحيح. في عادات وسلوكيات مختلفة في، لحتى انا اقدر جاري ابني او بنتي، هاي العادات والسلوكيات لازم انا اكون مهيئته نفسيا لهذا المثير الخارجي اللي ممكن يكون غير عاداتنا غير بيئتنا. والشيء الثاني اللي انا ما قلد رف ابن خالته وبنت جيراننا وكذا انه هني فاتوا رسم لازم يفوت رسم، فاتوا موسيقى لازم يفوت موسيقى، مثلا انه بصير في حابين هي الرياضه بدنا نعملها، حابين هيدا الشيء بدنا نقلده، نترك الطفل على راحته، نساله، نحاوره، نخليه يعبر بالكلمه، نخليه يعبر بالرسم. دائما الطفل يلي ببلش يفوت بحاله الاضطراب النفسي ببين عليه حالات الشرود الدائم، ببين عليه حالات الحزن، حالات الاكتئاب، قله الاكل ممكن، تبول لا ارادي ممكن، وسواس قهري، مراحل متطوره شوي مراحل متطورة، يعني صاروا أطفالنا شوي أكبر من عمر 5 سنين لعمر 8 سنين، هذا الشيء الطفل كله بيعاني منه، خصوصا بس يبلش يفوت لحياة اجتماعية أكثر، هي المدرسية اللي فيها حياة اجتماعية، بيته الثاني، رفقاته مثل أخواته، عم بيقضي أغلب الوقت معهم، وبس يرجع بالبيت بنتيجة المثابرات أو الواجبات اللي عم بتكون عنده، فهو دائما عم يسترجع رفيقي خبرني، رفيقتي المس حكت، هذا هي الحياة الاجتماعية اللي بتكون بالمدرسة، لازم تكون منتبهين لها من رفقات شو ممكن يكونوا عم يتناقشوا، شو الحوار اللي ممكن يكون عم بدور بيناتهم، لأنه أحيانا إذا في طفل عنده توتر بالبيت بسبب العلاقة الأسرية بينه وبين أهله أو الأهالي بين بعض الأب والأم، هذا الشيء بيعكس على الأطفال، في أطفال تتأثر نفسيا. في توتر منطقي وتوتر غير منطقي، يعني أنا ما فيني جمل له الحياة للطفل وردية أكيد. أنا وأبوك سني عسل 24 ساعة أكيد. يعني لازم يحضر مثلا أنه نقاشات عادي، هي ما عم نحكي صريخ خناق صوت عالي، يعني
انا بستغرب مثلا بيقول لك انه ما بصير بدنا نفصل الخلافات، في فرق بين الخلافات الكبيره والخلافات الصغيره، يعني قديش فيني انا هيئ الولد مشان ما اقول له الحياه كلياتها حلوه. برافو عليك، نحن لازم نعلمه للطفل انه في اختلاف حتى بالاراء بيني وبينك وبيني وبين ابوك، هذا الاختلاف هو الحياه يلي نحن عايشين فيها، لكن مثل ما قلتي مو بالصريخ، بحاول نقاش ممكن ترتفع نبره الصوت شوي. كلنا يعني اولاد البيئه شوي احيانا بتفقدي اعصابك. لا هذا الشيء طبيعي طالما انا بعدني ما خلقت خوف للطفل. نحن عايشين بخوف، منولد عم نبكي من كتر الخوف اللي فينا جينيا، فنحن ما بدنا نخلي الاطفال تخاف. مجرد ما بنحس انه نظرات اطفالنا بيولوجيه جسمهم تكركبت، لانه نحن حد ممكن ما نكون منتبهين، نكون عم نتناقش نحن وحدا وفجاه ترتفع وتر صوتنا. يمكن على تمام. انا بس دائما خلي نظري مع طفلي، لانه الاطفال هن الحياه وهن الرساله الاولى بهذا الكون. خلاص وقف. تمام فنحن تماما نحترم رايهم انه اوكي بعتذر. كثير حلو نقدم اعتذارنا انه اوكي بعتذر انا لانه ممكن شوي انفعلت وانت ما دخلك بهذا الانفعال. هو في انفعال حصل لكن انت ما لك علاقه فيه. لازم خليها تفصل هذا الشيء. يعني بتسال الولد بيسال، فانا منبسط انه بتسال. بالعكس الطفل اللي بيسال هو الطفل اللي ذكي اللي قدران يلتقط الحياه، هو الطفل اللي قدران يكون متوازن نفسيا اكثر من الطفل الساكت والخايف. يمكن عم نحاول يعني كلياتنا امهات وعندنا اطفال وعم نحاول نسال كل الاسئله اللي بتخطر على بال الاهالي، لانه الاهالي قد ما يعني عملوا لاولادهم وقد ما اشتغلوا بتحسي في حاله تقديم ضمير بينه وبين نفسه، بيقول لك ايام اليوم غير ايام امبارح، نحن كنا عايشين بمستوى معيشي مختلف اقتصاديا حتى مستوى معيشي نفسيا كان مختلف، كانت يعني انت مرتاحه اكثر، وهذا بياثر فعليا على تربيه الطفل وعلى حياته الشخصيه حتى لما يكبر. خلينا نحكي بمرحله مثلا 3 سنوات وما فوق، لما يبلش يفوت على الروضه او المدرسه، هون بيصير في عمليه مثلا عالم اختلاف. اخر اختلاف طريقه تعامل مختلفه. الاولاد بيقول لك يعني انه ممكن يقول لك ما بيحب، انا بحس كل الاطفال بتحب لانه في اولاد بالمكان. برافو. الموجود هو برافو. بيحب بعض الامور اللي مش موجوده بهيدا المكان يعني. تمام. بس بما انه في اولاد بالروضه وفي يحكي ويلعب وكذا بيحب هي النقطه، بس في بعض التفاصيل اللي ما بيحبها ممكن يعبر عنها ولا لا. هي العلاقه التشاركيه لبناء توازن نفسي قديش بتاثر اليوم، لانه احيانا في روضات كثير ظريفه وحلوه، بنسمع حالات كمان للاسف يعني في قصص بنسمعها بالروضات كمان بتلاقيها غريبة ما بنسمع فيها لوقت متأخر، ممكن تأثر على نفسية الطفل. مثل ما حكيتي طالما هو مكان جامع كل هذا الأطفال أكيد هو مكان آمن، أكيد هو مكان مدعم بالمحبة والرعاية، بغض النظر عن تاتشات صغيرة ممكن تحصل بين الأطفال بين بعضهم أو بين الأطفال أو المس والطفل، لكن ما في شيء بده يكون مانو منضبط أو ما في شيء بده يكون مانو ماشي على مسار معين. هذا المسار اللي فيه حبي في تعاون في نشاط في الفة اجتماعية. بالعكس الطفل بعمر 3 سنين مجرد ما انت خلتيه يختلط بأقرانه مع أقرانه، الطفل بده طفل مثله يلعب، ما بده لا أب ولا أم ولا رفيق ولا رفقاتنا ولا جيراننا ولا أقاربنا، هدول من ضمن محيطنا، هدول إذا رحنا على الروضة أو ما رحنا هني متواجدين، أنا بدي عالم أتعلم منهم والطفل بيتعلم من الطفل. ليكون متوازن نفسيا نحن لازم نعلمه للطفل احترام دوائر الجسد، ما حدا بيأذي لي جسدي مشان أنا ما أأذي جسدك، مشان لا هو يعتدي على جسد آخر بالضرب أو باللمس أو ولا حدا يقدر يعتدي له على جسده، فلازم أنا من تنشئتي الأولى بالبيت أنا أعلمه في دوائر معينة، نحن لازم نحترم دائرة العقل، ما نحكي كلام بذيء، ما نحكي كلمة ألفاظ نحن ما لازم نسمعها لأنه ما بنحب نسمعها ممكن لأنها هي كلمات ما أنا معتادة نسمعها، لازم نحترم دائرة الجسد مشان هذا الجسد أنا يضل جميل وحلو ويكبر. بالـ3 سنوات من أول بلش. دخوله للروضة لازم أنا أعلمه في أشياء أنت لازم تحترمها بذاتك لحتى تعكس هذا الاحترام على الآخرين. إذا بتنتبهي بالروضة، نحن كونه مديرات روضات أحيانا في أطفال كثر ما هن عن جد منضبطين ومتوازنين نفسيا انه لا تمسك لي جاكيتي لانه هذا الي، انت جاكيتك الك وانا جاكيتي الي، يعني هو عم بيعرفوا انت شو الك وانا شو الي، مو بطريقه لا هي هذا الي ما بدي اعطيك اياه، انه اوكي لا تلمسني لانه ممكن توسخني ايديك، ممكن يكونوا ملوثين. شوفي ما احلى الوعي انه انت ممكن اذا لمستني لانه ايديك موسخين انت تلوثني، فهوني الام او الاب عملوا تنشئه او عملوا وعي جمعي للطفل انه هذا جسد له احترام وما لازم حدا يلمس لك اياه وانت ما لازم تلمسه لحدا، فمن هون ببلش التوازن نفسي
للطفل. نفس فكرة كمان انه لا تحكيني كلمة مزيئة لانها بشعة، ممكن تصغر لك عيونك او ممكن تكبر لك تمك. كمان هاي الفكرة كتير حلو، هو عم يخلق تبادل وعي بين الاطفال متبادل. رح يصير الطفل يلي ما هو متعلم هاي التنشئة رح يتعلمها عن طريق التقليد والتكرار. الاطفال اللي بيكونوا متوازنين نفسيا، صدقيني بيجي الاطفال اللي معهم بصيروا متوازنين نفسيا وليس العكس، لانه دائما الاشياء الحلوه هي اللي بتلم اكثر من الاشياء اللي بتخرب. نحن عكس، بنقول انه دائما الشيء اذا كان في ولد ممكن شوي مضطرب، شوي عم يحكي كلام بذيء، شوي عنده فرط نشاط، كل الاطفال بدها تكون والولد ما بيضرب حتى. هلا مثلا انا عندي طفلتي ما بتضرب، بتقولي ما بصير نضرب، لو ضربت تمام. فبيقول لك قديش هي مثلا ده انه ما بصير، هذا كثير غلط، لو ضربني قال لي سوري انا ما بضربه، انا ما بضربه بس انا ممكن اعاقبه، انا ممكن اخبر المس تعاقبه، انا ممكن اخبر اهلي يعاقبوه، انا ما بدي ازيله جسده مشان هيك ما بدي اضربه. حديث معك ممتع استاذ رينا ايوب، استشاريه في الطفوله المبكره، بس وقتنا خلص واكيد لنا محطات اخرى، لانه مثل ما قلنا عالم الطفوله والطفل من اهم يمكن نواه المجتمع لليوم، لنأسس فعليا طفل يحصل على توازن نفسي سليم يقدر يبني شخصيته بالمستقبل. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.